شمس اف ام. شمس اف ام، وين انت وين احنا. سياد بنوجي بحضنا اليوم، مش نحكيه معه في برشا نقاط. الحمد لله، وما زلت فما ناس نزهة سي محمد، معناها ابن خلاد اللي هي الطرف المباشر واللي هي عمرها ما تشكيت، معناها في الاستئناف حبيت نقول اللي راهو اللي أثار الموضوع نادي البنزرتي مش ابن خلاد، بارك الله فيها، ومعناها هو بيد وقال للخطر الخطأ إداري، ومعنا حتى دخل فيه جمعيتين اثنين، معناها هذا أي واحد معناها في عام اي رجل قانون مازال كيبدا خطواته وينجم يقول لك الموضوع هذا مش محتاج لشهاده كبيره. نادي البنزرتي علاش باش يثير حاجه معناها؟ صحيح هو الملاحق نتاع الدرجه، والله شوف لكن انا راني حاجه اللي تقلقني اللي موضوع الغايه تبرر الوسيله. يا خويا نعرف اللي فما كومبيتيسيون، نعرف اللي فما كذا، نعرف اللي تيتر معناها اللي امبورطون، نعرف كذا، اما راهو مش انا بورت كالبري ومش معناها كل الطرق، وما نسمحوش لرواحنا معناها باش نعملوا كل شيء في سبيل هذا، راهو هذايا معناها غير مقبول بتاتا. وكاو باش نختم معناها طبعا بعد عندي باش نختم وكاو. والله انا على المداخله نتاع المره اللي فاتت في البرنامج نتاع المره اللي فاتت حبيت نقول اللي انا راني الاخت عايد عرب كانت لهنا طلبتني باش ندخل في الموضوع، وقلت لها راني انا مانيش باش ندخل في الموضوع، فما هذا موضوع قانوني، فما الاستاذ رياض تويتي هو على اللجنه القانونيه، رئيس اللجنه القانونيه باش يتدخل، بعدها وقت رئيس نادي البنزرتي وقهي خذا التليفون وقال لي لا بالعكس يا رياض تكلم انت بور ابيزي لاتموسفير. والله قلت يعطيه الصحه، معناها مسؤول، معناها بتاتر كحاله الغش هذيك اللي تجي اي واحد من بعد المسؤوليه وعضو مجلس تاسيسي، قال لي بور ابيزي ونهديو الناس ونهديو الشارع. قلت لا يعطيه الصحه بوركو با دخل. من بعد عاد كي سمعت الكلام اللي تقال فهمت اللي كما يقولوا هذا امر دبر بليل، معناها حبني نتدخل باش يقول الكلام اللي عنده هو باش يقوله، واللي من بعد حتى كي تفرجت انا داير هاني انا بدي جاي معايا كي دي بوان باش ناخذهم، ريتو يقرا الميساج فهمت اللي هو الكلام هذاك باش يقوله، حتى كان جينا نحكيو عن الفلاحه مش على الكوره. معناها انا جا خصيصا باش يتهجم على رئيس الترجي الرياضي التونسي السيد حمدي المد اللي هو في غنى باش انا ندافع عليه. الناس تعرف الناس، احنا نقول علاش سامحني سي هذا علاش جاي سبيسيالمون جاي هو انفيتي في انت قل لي انا نس السؤال هذا ما تسالوليش لي انا، اسالني في موضوع نتاع كناس ومباراه اعاده مباراه، اش دخل الحديث اللي تقال واللي هو ما عنده حتى فكره عليه، هو حديث سامعه حديث وذنه كما نقولوا احنا. انا وقتها والله يا الاخوان هنا يعرفوا جيت للاستوديو معناها بالحظ معناها كنت لهنا بالزهر في موضوع حسين الراقد، وقتها كنت هنا دخلت للاستوديو وجيت على ما اغتظت لاني انا ما كنتش في نفس انا في التليفون وهو في الميكرو وصوتي مش مسموع، جيت باش ندخل. والله رجعني صاحبنا واخ صديق هو رياض تويتي قال لي لا روح، وانا جيت على حاجه بركه حبيت نبطل هذه هالبطولات الكرتونيه اللي نحب نبطلها، هل ياخو ميكرو ويسب الناس الكل؟ وانا نفهم وراه علاش عمل هكا، معناها رئيس النادي الرياضي بنزرتي نعرف اللي هو معناها تم طرده من البي دي بي واصبح توا كيما نقولوا احنا حر في كل من كل ارتباط، ويلوج في سقف سياسي كيما الملاعب يبدا ليبر، كيبدا ليبر يلوج في جمعيه، ماذا به يوري معناها انجازاته ويوعي اللي يعمل الزايد، اكيد عمل الزايد هذا. على كل انا عتاب كبير ياسر خاصه في تقليب الشارع الرياضي، واحنا كل شيء عاجبني معناها اللي تبدل الامور كل تبدلت بعد 14 جانفي والحمد لله في تونس، ولكن فما حاجات ما لازمناش نخليو الناس تقلب الشارع ما غير هنا نكلم سلطة الاشراف، مش كل واحد يقول اللي يحب عليه ويتكلم اللي يحب عليه ويحرك الشارع والجهه والمنطقه والناس داخله بعضها مش معقول راهو هكا، راهو من بعد الاحداث اول ما يتحمل المسؤوليه هم المحرضين، من بعد لو تصير احداث اول ما يتحمل المسؤوليه هم المحرضين والناس اللي تقول هكا، هذا قرار نتاع محكمه ما نجموش نتكلموا عليه بالطريقه هذيك، حب من حب وكره من كره، ما نجموش نكونوا رابحين او معناها نقول نعملوا احنا سياسه لا تير بلولي، يا اما نربحوا يا اما كل شيء ما دايرنا الكناس والفيدراسيون والكنوت والناس الكل خايبين، عيب كبير ياسر. وانا لهنا معناها راني بلغتنا سامحني باش نشد الفرامه ما نحبش نثقل عليه شويه،
وان شاء الله ما ينزلنيش باش تثقل عليه شوي. سرياض هوني تعرف انت القرار المحكمه الرياضيه قرار نهائي وغير قابل للدعم، وتو كنت تحكي انت على تقليب الراي العام وتقليب الشارع الرياضي، انت من بلاصتك هوني كمسؤول في الترجي الرياضي التونسي، معناها شنو هو الكلام اللي تنجم تقوله خاصه انه القرار سيء؟ انا نجم نقول جماهير الترجي الرياضي التونسي راهو البطوله اللي تلعبوا فيها بطوله رقم 25 كان هزيناها يا حبذا، الرياضه فيها الربح والخساره، حتى كيما في المحكمه كي نتعداو محكمه رياضيه ولا غيرها فيها ربح وخساره، الرياضه راهو ماهيش واقفه عليها حياه الناس، رانا عاملينها للتحابب، العلاقات راهو بين الناس وبين الجهات وبين الجمعيات راهي ماهيش موضوع الساعه هذه، راهو احنا نحب نتحدى اي جمعيه تقول الترجي الرياضي التونسي عمل العيب معاها في تونس مهما كانت النتيجه، وعاود نقول نحب الناس تعاملنا بما نعاملوا فيهم به، بما انهم كي يجيو بحذانا ما يلقاو كان كل خير وما يلقاو كان كل ترحاب، وفي الاخر نختم في شهر رمضان نقول ربي يهدي وكهو. شمس اف ام، شمس اف ام، وين انتي وين احنا.